وعايز اتكلم على نقطه مهمه جدا في سياق الحديث بالمناسبه يعني عن كاس العالم للانديه قبل ما اروح لمباراه شباب الوزداد اللي عندي تفاصيل فيها مهمه جدا. اولا برنامج الفريق اللي هيستعد ان شاء الله لكاس العالم. النهارده بنتكلم في الثلاث، في تدريب النهارده الساعه 6، بكره في تدريب ارض ايضا كمان في ملعب التتش تدريب مسائي، يوم الخميس التدريب الظهر، بعد الظهر والفريق يتناول وجبه الغداء في مطعم النادي في الجزيره، هيتحرك ان شاء الله الفريق الى الاسكندريه للمبيت هناك والدخول في معسكر مغلق في برج العرب استعدادا لمواجهه شباب الوزداد يوم الجمعه الساعه 6 على استاد برج العرب. يرجع بعد المباراه على طول للقاهره، يوم السبت في تدريب، يوم السبت في تدريب، يوم الاحد الفريق اجازه، يوم الاثنين المقبل الموافق 11 ديسمبر الفريق هيتمرن صباح اليوم، صباح يوم الاثنين 11 ديسمبر في ملعب التتش، على طول بعدها الفريق هيسافر الى المملكه العربيه السعوديه، الطياره تحديدا هتكون الساعه 3 العصر. وبالتالي ده برنامج الفريق حتى يوم الاثنين اللي جاي استعدادا لاولى المباريات يوم 15 ديسمبر، الجمعه اللي جايه لا اللي بعدها هتكون مباراه الاهلي الساعه 8 بتوقيت القاهره. ده برنامج الفريق. قائمه الفريق، القائمه الرسميه 23 لاعب. القائمه الرسميه 23 لاعب، ولكن ليه الاهلي ما اعلنش القائمه؟ عشان حاجتين. اول جزئيه عندك ماتش يوم الجمعه اللي جايه. قد تستعين باسماء من اللي خرجت من القائمه في ماتش الجمعه اللي جايه. قد تستعين بيهم. لان في اسم او اتنين من ال 23 ممكن ما يكونوش في ماتش الجمعه اللي جايه. تمام؟ فده جزء مهم جدا، فمش محتاج تخسر لاعب او اتنين وانت عندك ماتش مهم جدا يوم الجمعه اللي جايه. ناس كتيره ممكن تقول لي ما خلاص الناس عرفت والناس، لا. الاعلان الرسمي شيء والاجتهادات والتوقعات شيء تاني خالص. الحاجه الثانيه، هل الاهلي هيسافر السعوديه ب 23 لاعب فقط؟ لا. خدوها مني بشكل رسمي، الاهلي مش هيسافر السعوديه ب 23 لاعب بس. كولر بيفكر في اصطحاب ما يقرب من 28 لاعب في رحلة السفر إلى المملكة العربية السعودية. الناس تقول لي 28، ما هي القائمة الأساسية 23. واحدة واحدة علي. في حاجتين كولر بيشتغل عليهم. أولاً لغاية أولى المباريات يوم الجمعة مع اتحاد جدة أو أوكلاند سيتي أنت عندك فرصة إنك تستبدل في القائمة الأساسية بشرط قبل المباراة الأولى ب 24 ساعة في حال لا قدر الله وفي إصابة. يبقى بالتالي من هنا النهارده او من امبارح بالليل بعد تسجيل القائمه لغايه يوم 14 ديسمبر، يعني بنتكلم في حوالي 9 ايام، في التسع ايام دول لا قدر الله لو في اي اصابه هتستبدل واحد من 23 وتدخل من ال 28 او الخمسه الزياده اللي انت هتاخدهم معاك في السعوديه. الحاجه الثانيه، انت مسافر كاس العالم في السعوديه، ان شاء الله نكمل لغايه المباراه النهائيه او الثالث والرابع يعني اليوم الختام 22 ديسمبر. لو كملت ال 22 ديسمبر هتطلع من السعوديه على الامارات عشان تلعب بطوله السوبر للانديه الابطال. تمام؟ عندك مباراتين، هتلعب المباراه الاولى مع سيراميكا كليوباترا يوم 25، وان شاء الله المباراه الثانيه باذن الله تكون المباراه النهائيه يوم 28 مع الفائز ما بين بيراميدز وفيوتشر. فانت من السعوديه على الامارات هتسافر لو كملت في كاس العالم. يبقى بالتالي هل هتكتفي بال 23 وتطلع بيهم من السعوديه على الامارات بايا كان بقى النتائج؟ ال 23 الحمد لله يعني في اتم الجاهزيه لا قدر الله ما فيش اصابات، لا. لازم تاخد مجموعه اضافيه عشان لما تطلع على الامارات وتلعب كاس السوبر يكون عندك مخزون بشري جيد من اللاعبين في بطوله كاس السوبر. لانك هتلعب اربع مباريات، ثلاث مباريات في السعوديه ان شاء الله لو وصلت الفاينل او وصلت اليوم الختامي 15 18 22. فبالتالي في خمسه اكيد هيكونوا زياده على ال 23 في رحله السفر الى السعوديه. عشان كده كولر والاهلي لم يعلنوا حتى الان القائمه بشكل رسمي عشان الجزئيات اللي شرحتها لحضراتكم. السفر للتاني الجاي الساعه 3 العصر بعد التدريب الاساسي في التتش، مهندس خالد مرتجي هيكون رئيس بعثه فريق النادي الاهلي في السعوديه، كابتن محمود الخطيب كالعاده هيكون موجود ايضا مع البعثه، وفي يعني سيستم كده اداري وعملي في النادي الاهلي لما بيكون في رئيس للبعثه الكابتن محمود الخطيب لازم يكون موجود مع الفريق مرافق، لكن في صلاحيات كامله بتبقى لرئيس البعثه. شفنا ده في نهائي افريقيا، شفنا ده في كذا مناسبه من سفريات الاهلي في كاس العالم للانديه. ايضا كمان دكتور محمد شوقي عضو مجلس الاداره والتنسيق الطبي اللي هيكون موجود في هذه البطوله ان شاء الله خلال الفتره الجايه. لما نقرب اكتر من ميعاد بطوله كاس العالم عندنا تفاصيل وكواليس واخبار مهمه جدا كمان على استعدادات الجماهير لهذه البطولة المهمة جدا. كولر كمان على فكرة بنسبة كبيرة هيبقى عدد كبير جدا من الجهاز الفني والإداري والطب هيكونوا موجودين معاه في رحلة السفر، تأكيدا لكلامي اللي قلته إن الفكرة مش البطولة بس، أنت ممكن تطلع من السعودية على الإمارات، فبالتالي لازم تكون موجود بكامل هيئتك كجهاز فني وإداري وطبي ولاعبين
عشان بتلعب على بطولتين، بطولة كأس العالم وبطولة السوبر للأندية الأبطال بإذن الله في الإمارات العربية المتحدة. ده جانب.